ويتساءلون هل فعلاً الاحتلال يتعمد التضليل الإعلامي لتبرير جرائمه؟ إليكم القاعدة: ارتكب الجريمة ثم انكرها، ثم اتهم الضحية بارتكابها، ثم ابحث عن حضن يؤويك وكأنك المقتول لا القاتل. هذه هي القاعدة التي تتخذها سلطات الاحتلال منهجاً للتغطية على مجازرها، والحبل يطول، وآخرها مجزرة المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد. التضليل الإعلامي بدأ حينما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر منصة إكس إنه أصدر تحذيراً بضرورة إخلاء المستشفى ليحذف التغريدة بعد ذلك، ومن ثم يتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الفصائل الفلسطينية بارتكاب المجزرة. الرئيس الأمريكي جو بايدن بطبيعة الحال لا يشكك بالرواية الإسرائيلية، وبالتالي وجه أصابع الاتهام إلى الطرف الآخر. بينما صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن الصاروخ الذي قصف به المشفى هو من صنع أمريكي عيار MK48، فهل سنشهد اعتذاراً آخر ولو على استحياء؟